لكن تونس النهارده يعني ادتنا درس في ايه يا كابتن؟ ده. التغييرات. انا دلوقتي شايف جراءه غير طبيعيه علاء في المدربين في التغييرات. ما عندوش بقى كبير وصغير وده مين وده مش مين، يعني محرز مثلا ما يطلع من الملعب او لصالح الفرقه بيلعب لصالح عايزين الفرق. عايزين يكسبه صالح الفرقه، واللعيب اللي بيحس ان هو المعدل البدني بتاعه نزل اللي بيغيره. احنا شفنا تونس النهارده كان بعد المباراه اجمل ما في فريق تونس هو ان عارفين امكانياتهم امام مدغشقر. بس تونس عنده مشكله ويمكن في الماتشات اللي جايه قبله ان الدفاع بتاعه مش قوي. مش قوي. ممكن النهارده عشان السرعات بتوع مدغشقر او العشوائيه بتاعت مدغشقر عامله مشكله لفريق تونس. انا شايف فريق تونس بيلعب كره مجمعه بشكل كويس جدا، ساسي عامل حاله استقرار فني بشكل كبير جدا، بينقل لهم الكره بيحط لهم الكره بالمسطره للمهاجمين، والمهاجمين عندهم كثافه، ثلاث مهاجمين بيشتغلوا بالظبط. كنا احنا قاعدين بنتكلم في 4-2-3-1، لا النهارده المدارس بتتغير، يعني ما تتفرج النهارده على الجزائر بيلعبوا 4-1-4-1، وتونس النهارده بقت في الشوط الثاني بتلعب 4-1-4-1 عشان الكثافه الهجوميه والسرعات تبقى موجوده. لو والاطراف حاجه تونس كمان محظوظه قوي ان جمهور مصر دفعه وبرضك النهارده الجماهير كانت بتشجع الجزائر كانت بتشجع الجزائر بصراحه. امال ايه وده وهم عشان كده هم الجزائريين والتوانسه مبسوطين، يعني هم خارجين مبسوطين مش من الجماهير المصريه. النهارده مبسوطين من الجماهير المصريه وهم خارجين ان الجماهير معانا وهم شايلين العلم بتاعنا بالظبط، يعني شايلين العلم بتاعنا مع العلم بتاعهم، وده بيديهم برضك ايحاء ان احنا برضك بنتمنى لهم ان هم يكسبوا طبعا. ونتمنى لهم ان واحد فيهم ياخد البطوله. يعني بص يا كابتن اللقطه اللي على الشاشه دي ده طفل صغير لابس تيشيرت مصر وماسك علم تونس علم الجزائر، يعني التيشيرت بتاع محمد صلاح بتاع صلاح ماتش تونس والبتاع دي بتاعت الجزائر مجرد تونس ثلاث ارباعه زمالك يا كابتن فلات الزمالك في ماتش تونس فلات الزمالك موجود والنهارده والنهارده كانوا موجودين في المدرج في تونس بالزبط. لابسين التيشيرتات بتاعت النادي الزمالك بيشجعوا فرجاني، بس النهارده فرجاني بصراحه بيعبر عن نفسه ان هو لعيب كوره. بس يا كابتن انا برضو اضيف نقطه للكلام حضرتك ان ايه؟ ان فرقه تونس هي بتلعب مدغشقر محظوظه بس احترمت المنافس جدا احترمت جداً. المنافس نازله تلعب عايزه تكسب مش بقى لا ده انا نازل بقى تونس ولا احترم المنافس نزل. انا شايف الشوط الثاني في اربعه بيضغطوا على واحد ما هي دي الروح والرغبه كابتن طبعاً خلاص جات لهم فرصه كويسه ما هي كرة كده جات لك فرصه لذلك اعدموا فرص مدغشقر ما ادوهمش اي فرصه كابتن ده ما راحوش ده قاتلين الفرقه بتاعت مدغشقر اسوء مباراه لعبتها مدغشقر النهارده خلاص هو فوجئ بسيناريو مش في دماغه هو ماشي كويس قوي قوي لا مدرسه ثانيه خالص بقى ضغط وروح ورغبه وخلي بالك يا علاء ان تونس لعبه المباراه اللي فاتت 120 دقيقه بالظبط يعني لعبه 120 دقيقه وجايه النهارده مدغشقر يعني ادائها كله بدني اكتر منه فني ورغم تونس ساءت المباراه زي ما عايزه سيطرت على المباراه زي ما عايزه الاطراف عمق الملعب الناحيه الهجوميه ادت بشكل منظم جدا تونس. وعايز اقول ان تونس بردك ما حدش كان متوقع كده، لكن احنا دايما في التحليل احنا يعني بتبقى لينا وجهه نظر ان احنا لينا تجارب في الحاجات دي، دايما البطل يا كابتن بتبقى صعب جدا. يمكن احنا ما اكتشفنا ما قلناش الجزائر قبل البطوله، احنا قلنا الجزائر في اثناء البطوله باول شوط وقلنا السنغال وقلنا السنغال اثناء البطوله يعني ما كناش لينا توقعات من بدري لا لكن البطوله هي اللي بتعبر عن وجود البطل. هم بيأدوا بشكل كويس جدا في تركيز بشكل كويس جدا اداره فنيه من بره كويس جدا مش واقفين على الخط ما بيتكلموش لا جمال لا اكبر النهارده اكبر يعني اكبر يعني نموذج لكده وانا شايف كمان جريس بره بيتكلم على لعيبه تونس بشكل كويس جدا وبدأ جريس يفهم يعني مفروض يعمل ايه ولذلك ادى افضل من بالظبط. طيب